الفدان هانم، كما قام ببطولة العديد من المسرحيات التي شكلت جزءا هاما من تاريخ المسرح المصري، ومنها الملك لير، المحاكمة، الساحرة. أحضر ثانية يا جميلة، لا أخشى من ينتظر رجوعي من عسس أو بصاصين. ساعات الباب بلاش أدب على أصوله زي الله. أنا هتعاون مع أبوك. جميلة، الحلم والأمل تركتها لمولاك الأمير يا حجاج. لو كان لكتم أو أمة فماذا يكون رأيي لو عادت هذه الطفلة حلوة إلى البيت وقالت لك إن مدرسا لا يؤمن بما تؤمن به؟ تنام نوما لا تتبعه يقظة ولك نصف دجلة. ابني يقدر تكرم يده على كتابة مثل هذا الكلام؟ أيمكن لقلبه أو حتى عقله أن ينبت هذه الأفكار؟ الفنان القدير أشرف عبد الغفور.